قبل يومين في الجزائر مديرة مدرسة منعت طالبة من الطالبات إنها تصلي في حرم المدرسة. هاي المديرة اسمها نادية مساسي، قامت بفصل الطالبة لمدة أسبوع وهددتها إنها راح تنفصل بشكل نهائي إذا ما إجا أبوها وتعاهد إنه ما راح تصلي في المدرسة ثاني مرة. وعلى طول قامت وزيرة التعليم الجزائري نورية بن غبريط اللي أصلها يهودي بتأييد قرار مديرة المدرسة، وقالت ممنوع الصلاة في المدارس، اللي بده يصلي يصلي في البيت، وإنه الأهل بيبعتوا أولادهم للتعليم مش للصلاة. هاي وزيرة الشمطاء من يوم ما إجت وهي بتستفز الشعب الجزائري ومشاعر المسلمين في كل مكان. قبل هيك نزعت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم من على الكتب، وكمان خلت حصة الشريعة ساعة واحدة في الأسبوع. هاي الوزيرة النورية جاي بس عشان تنزع أخلاق الشعب الجزائري البطل. الله ينزع روحك عن جسدك يا ملعونة، ويفرجينا فيك يوم أسود. انت واللي بيمنعوا الصلاة واللي بيحاربوا الإسلام في كل مكان، ولا تفكري أخلاق الشعب الجزائر ورقة ممكن تطير مع أي ريح. أخلاق الشعب الجزائري أصيلة مغروسة في الأرض وما بيقلعها رياح الملحدين، وراح تستمر الصلاة بإذن الله في كل المدارس الجزائرية رغم أنفك وأنف كل المنافقين. وأنا من هنا بأدعو الطلاب والمعلمين في كل المدارس ببدء حملة صلاتي حياتي لحتى نغيظ هذه الوزيرة المجرمة، حتى تعرف إنه الصلاة أساس التعليم والأخلاق والتربية أساس النجاح. ورسالة إلى الشعب الجزائري الحبيب، أمريكا وفرنسا والغرب بيحاولوا ينهشوا جسدك لأنك واقف مع قضايا الأمة وخاصة فلسطين، بيحاولوا ينشئوا جيل منزوع القيم والأخلاق والمبادئ زي كتير من الدول العربية اللي سلمت دينها وأموالها لأمريكا والغرب. عشان هيك خليكم ثابتين على مبادئ الإسلام واكسروا كل المؤامرات. وهاي الوزيرة وين ما تلاقوها العنوها وامسحوا كرامتها في الأرض، وامسحوا كرامتها في الأرض. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب